انس معانا من دار البيضاء. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور لالا انس. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك لالا. تحيه لك، تحيه للطاقم كله كاع المستمعات. نعم تحياتنا لك ايضا، مرحبا. عندي واحد الكغاتان بسميده رقيقه. نعم كغاتان بسميده رقيقه، يجي روعه بسميده رقيقه. اييه نعم. راه كنحتاجو فيه واحد اترود الحليب، اترود الحليب 150 غرام ديال السميده الرقيقه. 150 غرام سميده رقيقه. 150 غرام ديال الفروماج محكوك، فرماج احمر. فرماج محكوك احمر 150 غرام. ربعة البيضات، ربعة البيضات. 40 غرام ديال الزبده، 40 غرام زبده. شويه الملح وشويه البزار، شويه الملح وشويه ديال البزار. كناخذ الطريقه، كنديروا في شي كاسرون ولا في شي طاوه تكون شويه كبيره، كنديروا الحليب فوق العافيه، فوقنا حتى كيبدا يغلى. كيبدا ملي صافي كيبدا يغلى، كنقصوا، كنبداو نزيدو السميده، كنرشوها بحال شكل الشتا، بحال الشتا. نديرو شي صفايه، ديك الصفايه ديال الحليب، المهم كن باش تخوى، ولا في الغربه الصغيور باش تخوى بحال شكل الشتا. وحنا كنحركو. نعم. كنحركو، من بعد نزيد مع نص ديال الكميه ديال الزبده، يعني معلقه، لان 40 غرام هي جوج معالق كبار. غنديرو معلقه واحده ونخليو، حنا نخليو كطيب وحنا كنحركو على عافيه معيله. نعم. من بعد كنزيدو الملح ونزيدو البزار. ونزيدو فرماج محكوك، ماشي كله نزيدو فيه، غير نخليو القياس واحد شويه اللي غنديرو من الفوق، اللي غنزوقو به من الفوق. صافي. ومن بعد حنا كنحركو، نفرقو البيض، نديرو ناخدو الصفر بوحدو والبيض بوحدو. من بعد كنحيدو ديك السميده فوق العافيه. كنبداو نزيدو لها الصفر البيض وحده بوحده. كنزيدو الصفر البيض الاول، كنحركو الصفر البيض حتى كنديروهم كلهم. صافي. ومن بعد كنزيدو عليهم، من بعد كنكونو ديك الصفر البيض كنحركو مزيان، كيدخل مزيان ينسجم مع السميده. كنضربو بياض البيض بوحدو تكيولي بحال الثلج. نعم. ومن بعد كنزيدو على ديك الخليط ديال السميده غير بالماء، كيتخلط مزيان، غير بشي كيتخلط مزيان. صافي. كندهنو شي قلب دائري ديال تدخل الفران بالزبده، ونرشو بشويه السميده، وندخل فيه الخليط كله، ونقادوه باش يتقاد مزيان، ياخذ الشكل ديال القلب. نزوقو بفرماج احمر محلك اللي بقى شويه داكشي اللي بقى، ونديرو بعدا ديك الطريفات ديك الزبده اللي بقات، ديك معلقه اخرى نقطعوها كلها طريفات فوق منه، عاد نديرو فوق منه فرماج. وندخلوه على 180 درجه لمده 20 15 20 دقيقه، وانت تبنى تحمرات من الفوق. صافي. وخرجها كتجي هائله. بصح تبارك الله عليك، شكرا لك انس على هذه الوصفه اللي قدمتي لنا اليوم.